السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. عندنا اليوم 186 موتر اخونا ابو راشد من اهل الامارات، نبي نشتغل على موتره عند المراوح شغاله سرعه واحده. راح نفصل اضافيه مراوح اسلاك جديده ايطالي مع فياس جديده بوكس مختصر، مجموعه فيه كتاوتات مراوح نشبكها له سرعتين نظام الكمبيوتر مع البرمجه القربه حق المساحات، راح نرجعها مكان الوكاله. الكمبيوتر راح نغير مكانه، راح نغير كياب البطارية الأصلية حق تريوكن 2006 مع بطارية جديد أصابع جنب، وراح نشغل المكيف على الكمبيوتر. راح نشبك المكيف على نظام الكمبيوتر، إذا يشتغل المكيف راح يرتفع الـ RPM بتعديل سيستم البنزين بالكامل. منظم البنزين هذا كذا راح نطلعه برا مع ليات جديدة، راح نشغله على منظم البنزين حق الوكالة. تركيب شيال سبير الخلفي، هذا الشيال جايبه صاحب السيارة، راح نركب له درج من عنده وراح نصبغ له نفس اللون، تشيك على العدادات مع البرمجة. وبصور لكم من تحت طريقة تركيب تشغيل التوانك، تركيب شكامين جديدة، ثلاث قسامات مثل ما انت شايفين علشان يشتغل التانك. راح نركب له قسام جديد 87 ودقمة قسام وظفيرة قسام 87 والليات هذه الهيدروليك كله راح نغيرها على مواسير حقات الوكالة. وهذه الشكامين اللي عليه عليها درز، راح نركب له وصلات جديدة مخرجين، راح نفكه من هنا، راح تركب شكمان يمين ويسار ودبتين بطير مفرغة. الموتر مخرجين بس على دبة واحدة، راح نرجع نفس نظام بلاده، تركيب شيال سبير شيال شكمان يمين واللي بالنص الجهتين، والله يسر الأمور. فكينا منظم البنزين والليات، فكينا التانك جهة اليمين والتانك جهة اليسار، هذه الليات اللي كانت راكبة عليه، وهذه ضفيرة القسام، وهذه القسامات اللي كانت راكبة عليه ثلاث قسامات، وهذه الشكامين اللي كانت راكبة عليه اللي فكناها دبة واحدة مخرجين، وهذه الوصلات الأمامية الجديدة اللي من عندنا راح نركبها له دبات جديدة، وصلات خلفية جديدة. هذا موتر ابو راشد كان التوانك، هذا العوام من جهة اليسار، شوف طريقة التركيب غلط مثل ما شايفين، ليات عادية سكرين الراجع، هذا اليمين نفس الطريقة. الطرمبات اللي عليه رياضية، جبنا له عوامات 87 جديدة، عوامتين، راح نركب الطرمبات اللي كانت راكبة عليه على نفس العوامات 87. هذه العوامات 87 جاهزة للتركيب، هذه الطرمبات اللي كانت راكبة على العوامات الأولى، طرمبات رياضية، هذه فياش كبيرة، عوامات 87 فياشة طرمبة تيجي صغيرة، كبرها فياشة كبيرة بدون توصيلات، انت شايفين. الآن عوامات جاهزة للتركيب، راح نركب ليات جديدة ضغط عالي. جبنا له الفلتر حق البنزين اللي يركب في الشاصي، هذا صناعته أصلي، راح نركبه، وهذا قسام البنزين 87 جديد. الآن نركب القسام ونركب الفلتر. جهزنا ضفيرة القسام، فياس جديدة إيطالي، فيش القسام جديد، هذا الفيش العوامة والطرمبة جهة اليسار وهذا جهة اليمين، وهذا دقمة القسام 87 جديدة أصلية.
باقي ضفيرة المراوح، بعد ما نفصلها ونجهزها راح اصورها لك. الكتوتات اللي راكبه هذه كلها راح نطلعها برا حقت نيسان. الكتوتات حقت المراوح، تغذية الماكينة، القسام، طربة البنزين راح نحطها بوكس مختصر بعد ما نعدلها ونركب البوكس المختصر اللي من عندنا راح اصورها لكم. مثل ما تشوف هذا الكهرب والحوسه كلها راح رتبه بالكامل. تم تجهيز ضفيرة المراوح، هذا سلاك جديد ايطالي مع فياش المراوح جديد ما شاء الله. هذه بعد ما رتبناها وصلناها جديد. هذا البوكس المختصر مجموعة فيه الكتاوتات، المراوح، تغذية المكينة، طرمبة البنزين ما شاء الله، وهذه ضفيرة المكينة. بعد ما طلعنا الكتاوتات اللي كانت راكبة فيها النيسان، وهذا ترتيبها ما شاء الله، كلها فياش تفصلها تركب في القاعدة حتى في وزارة. وهذا موقع القاعدة حتى في وزارة. والآن جاهزة للتركيب. أبى أصور لكم الشكامين الجديدة اللي ركبناها وطريقة التركيب. الموتر عليها درز، هذه الوصلة الأمامية ركبناها مع دبة جديدة، والوصلة الخلفية جديد جهة اليسار، وهذه جهة اليمين ركبنا لها شيال مستخدم جهة اليمين، وهذه الدبة جهة اليمين جديدة شيال بنص، وهذه الوصلة الأمامية جهة اليمين. هذه طريقة التركيب. قسام 87 جديد، صفاية حق البنزين ركبناها في الشاص أصلية ما شاء الله. نبي نغسل السلندر والراديتر على الجهاز، هذا البلف اللي كان راكب عليه. شوف كيف صاير بنصده، شبكنا الجهاز، وهذه صفات الماء. بنشغل الجهاز الآن. بعد ما انتهينا من غسيل السلندر والراديتر على الجهاز، هذه صفاته. نركب البلف حرارة جديد مع راديتر. ركبنا البلف الحرارة وجبنا له ماء راديتر اصلي بترمي. الان بنعبي ماء راديتر. وعند الشيال حق العمود خربان، جبنا له شيال عمود جديد. ركبنا له شيال سبير وسبير. تم تركيب الدب وسينا غطى الدب. هذه متواجدة في المحطة. بنعبي التانك الجهة اليسار 100، الجهة اليمين 100 لتر 180 جهة اليسار. الجهة اليمين تم الانتهاء من موتر الامارات وجاهز التسليم ان شاء الله. اشتغلنا عليه ترتيب كهرب حق الماكينه
جمعنا الكتاوتات ببوكس مختصر مثل ما انتم شايفين ما شاء الله. هذا موقع الكمبيوتر، شغلنا المراوح سرعتين على نظام الكمبيوتر، فصلناه بظهيرة مراوح اشراك جديدة ايطالي مع كتاوتات جديدة، ثياب البطارية الاصلية 2006، بطارية صابع جنب، غسيل سرندل على الجهاز، تركيب بلف حرارة ما رديت الاصلي، وتركيب غطيان الدينالي، وتركيب قربة رديتر 86. هذا بعد ما انتهينا من الشغل بالكامل، وتركيب ليات بنزين جديدة، وتعديل سيستم البنزين بالكامل، تشغيل التوانك نظام 87، ضفيرة قسام جديدة، عوامات جديدة 87، ليات ضغط عالي، تركيب وصلات شكمان أمامية جديد، دبات وصلات خلفية، شيال خلفي جهة اليمين. شغلنا عدداته وشيكنا على أموره بالكامل، وغيرنا له الدقمة حقت المكيف، وشغلنا المكيف ما شاء الله هذا شغال، وشغلنا التوانك، هذا التانكي اليمين شغال ما شاء الله. الآن نحول يمين ما شاء الله تبارك الله. الموتر تزود نحن نطربكم اليوم على هالمزيون، نقول عطى يا ماجد. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رعي، شايف خيره مكفيك شره، كراج النجاح، موقعنا حفر وباطن. مرحبا مسهلا بالجميع.